لاباسكم بيان، ان شاء الله تكونوا كاع لاباس. كما العاده معايا تاع حول الطيور، على بالي بلي هذه غايبه، هذه مده ما حطيتكمش فيديو في اليوتيوب على الطيور. الله غالب ما كانش كاين موضوع اللي نحط له فيديو. واليوم جيت نعطي الاخوان واحد النصائح اللي هي تفيدكم فرصه ان شاء الله. وكاين النصيحه الاولى خوتي هي اللي بغيت نهضر عليها، على المجاتيم. كاين هاد المجاتيم اللي يستعملوها الاخوان، كاين هاد المجاتيم. انا خوتي هاد المجاتيم ما ننصحكمش تستعملوهم في وقت التزاوج، باسكو هادي كي لافيمال تكون فوق الباطون والمال يجي يبغي يكوبي لافيمال، يبقى على السكوس، يبقى يبوجي ما يخليش المال يحكم لافيمال بيان. سي بور سا البيض يجي في ابلون، اشاك فوا يطلع يبغي يكوبليها يبقى يبوجي بهم المطرة كيما هكا، ما يخليش المال يحكم لافيمال بيان. كذلك نقصوا الاظافر تاع الطيور تاعنا، ما تخلوها طويله بزاف. ليسونسيال خوتي كاين هاد يا اما تستعمل هاد المجاتيم اللي كيما هاك تلصق اغوش اندروات فلاكاج، ولا تستعمل العيدان كيما هاكا تحله في الجهه هادي من بالخدمي، هاد الجهه تحلها بالخدمي منا وتحلها في الجهه الاخرى من ثاني بالخدمي، تركبها فلاكاج المال يبقى كي يطلع يبغي يكوبي لافيمال ولا ما يبقاش مشكل. وهذه النصيحه الاولى. والنصيحه الثانيه اخوتي كما قلت لكم الاظافر، نقصوا الاظافر تاع الطيور. دوك ندير لكم صوره كيفاش نقصوا الاظافر تاع الطيور تاعنا باش المال كيبيع يحكم لافيمال ويكبس لافيمال، ما ينقصهاش بالفراغ. لافيمال ما تبغيش ترتب له يعني طير تهرب له. سي بور سا كاين شي عالم واحد يقول لك انا عندي، يقول لك انا عندي مشكل في الطير تاعي يعطيني الابلون، يعطيني الابلون. هذه نصيحة ثانيه. وكاين نصيحه ثالثه ثاني نزيدها لخوتي، النصيحه الثالثه انا نستعملها في عده مواسم. دوك نوري لخوتي، دوك نوري لخوتي. بسم الله فوالا الاخوان، عندنا هذه الانثى هي لهنا كتشوفوا فيها. فوالا خوتي غادي نعطيكم واحد المعلومه، هذه المعلومه تفيدكم ان شاء الله. عندنا السكس تاعها هو لهنا، اول الريش، الريش راه مدرك السكس تاعها. من الاحسن خوتي تخفوا لها بالمقص، تخفوا لها في الريش كي هي كي المال، كي راه في المال كي المال. نوريكم الطريقه اللي تخفوا بها الريش. راح تنسف ما تقلعش الريش اللي خارج من فوق اللي خارج في السكس، تقلع الريش اللي جاي في لونطوراج تاع السكس، لونطوراج تاع السكس باش المال كيبغي يحكم لافيمال يقيدي، كيبقى يقيدي يحكمها كما نقولو حنايا فاسيلمون. فوالا خوتي كما راكم تشوفو هنا، هاد النصائح اللي نمدهم لكم خوتي. كاين بزاف ناس ما يبغوش يمدوهم الاخوان، وكاين الناس اللي تعرف، وكاين الناس المبتدئه. هذا الميساج تقريبا للناس المبتدئه اللي نوريكم في هذا الفيديو تاع اليوم. فوالا خوتي كما راكم تشوفوا رانا قلعنا لها كاع الريش اللي في المونتوراج تاع السكس تاعها. فوالا راه باقي السكس تاعها، ها هو الريش تاع السكس تاعها، ها هو لهنايا ما نخربوش فيه، نقص نسيو نقصو. وهذا المشكل يوقع لنا بزاف في الطيور اللي تكون ذات الريش الكثيف. فوالا خوتي فوالا كيما راكم تشوفوا، ها هو السكس تاعها هنايا، نقصنا لها شويه تاع الريش. ماشي تبغي تنقص لها كيما راكم تشوفوا خوتي، هنايا الماء كيبغي يحكم لافيمال يحكمها فاصيل.
فوالا خوتي، راح نروحوا للدكر كذلك، نوريكم الدكر كذلك خوتي. فوالا الاخوان، هذا الدكر تاع اغات اوبال كما راكم تشوفوا فيه خوتي، هذا اللي كان فيه الرجس، عاود هو الرجس عاود الماضله، دوك نعاود ندير على الرجس فيه ايسونسيال خوتي. هذا الدكر اغات اوبال كذلك خوتي، مقصول له الريش. هذه نستعملوها تقريبا لكاع الطيور وتسخير على الله، وتسخير على الله يا اخوان. فوالا فوالا السكس تاعها باين. هاد الريش خوتي اللي في الساكت متقلعوش، باسكو هذا هو الريش اللي المال يقيدي مع لا فومال باش يقدر يدير عملية التزاوج. هاد الريش هو اللي يقيدي به المال، يقيدي به الساكس تاعها مع لا فومال باش يقدر يدير عملية التزاوج. لهذا خوتي من الأحسن هاد الريش اللي في الساكت هنايا متقلعوهلاش. وفوالا خوتي، إن شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو، ومكنش طولت عليكم، ونتلاقاو في ساعة أخرى إن شاء الله. السلام.